السبيل إلى وصالك دلني، أنت الذي حلفتني وحلفت لي، وحلفت أنك لا تخون فخنتني، وحلفت أنك لا تميل مع الهوى. أين اليمين وأين ما عهدتني؟ تركتني حيران صعبا هائما، أرعى النجوم وأنت في عيش هني، أرعى النجوم وأنت في عيش هني. وشلونك وشلوني يلون العتم صار من القهر لوني، شلونك وشلوني راح الفرح مني وتاه وغمق لوني. يا لون العتم صار من القهر لوني. يا سلام يا سلام على الرواق اللي بدينا فيه صباحنا، وبيفرح قلبنا بس نشوف صبايا بعمر الورد عم يطلع معهم هالإحساس وهالأداء الفني العالي. اليوم الصبيتين يلي معنا هن اختين جمعوا الحب تجاه عالم الفن فخلوهم يكونوا مع بعض ويكونوا ثنائي خاص بالغناء والعزف. تماما يا ورد، وطبعا ضيوفنا هالصبيتين الحلوين بموهبتهم المميزة والفيديوهات يلي انتشرت على السوشيال ميديا يلي بتجمعهم ولاء وإعجاب كبير ودعم من الناس. معنا لليوم سيرين وأنتونيلا هلال، رح نتعرف عليهم أكثر. نقولون يسعد صباحكم ويسلم هالصوت ويسلم هالعزف. أهلا وسهلا فيكم. مين سيرين ومين أنتونيلا؟ أنت سيرين؟ سيرين وأنتونيلا أهلا وسهلا فيكم، صباحكم خير. حنبلش من عندك سيرين، خبرينا أعماركم، كيف بلشتوا، شو خطر لكم تعملوا كفرات، كيف انطلقتوا على السوشيال ميديا؟ احنا 15 سنة وأنتونيلا 13. أنتوا مو توأم؟ لا 15 و13. تمام تمام. هلا من نحن وصغار كنا يعني دائما أنا غني وأنتونيلا تغني معي. بعد سجلنا بمعهد شريط الأسد للموسيقى تعلمنا العزف، صرنا نعزف ونغني سوا دائما يعني. ومن خطرتنا هذه تمام انه نحن نصير ننشر على السوشيال ميديا اللي شفنا العالم. طبعا انت الكبيره وانتونيلا الصغيره، خبرينا اكثر انتونيلا شو النوع هيك النمط الغنائي اللي بتحبي دائما تسمعيه وتدندني لحالك؟